والى استعراض احوالنا الجويه والبدايه زي ما احنا متعودين معاكم بالبيان هيئه الارصاد الجويه اللي بتقول انه بيشهد اليوم طقس حار راتب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراره راتب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبتتوقع هيئه الارصاد انه يشهد اليوم ارتفاع في نسب الرطوبه على مدار اليوم بيزيد من شعورنا بالاحساس بدرجات الحراره. تعالوا نشوف مع حضراتكم بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم. لمزيد من التفاصيل تنضم لنا هاتفيا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي هيئه الرصاد الجويه. دكتور منار صباح الخيرات. صباح الخير على حضرتك استاذه هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا. اطلعين على الاحوال الجويه، شايفين بعض يعني الارتفاعات كده في درجات الحراره، عايزين نطمن. هو احنا طبعا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم انحاء الجمهوريه، والتحسن في قيم درجات الحراره وخاصه فترات الليل وايضا فترات الصباح الباكر. ما زلنا فترة النهار لسه بنحس بالأجواء الصيفية، وده طبيعي لأن احنا لسه في فصل الصيف. فترات النهار متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى تكون 33 درجة مئوية، هنحسها أعلى بحوالي درجتين ثلاث درجات، يعني تحسها 35 36 درجة مئوية، لكن تعتبر دي قيم درجات الحرارة أو المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. فترة النهار هو تحديدا اللي بحس فيها بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، ويمكن محافظات جنوب الصعيد بالفعل عليها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، بتسجل درجات حرارة 44 و45 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن باقي مناطق الجمهورية الحمد لله درجات الحرارة فيها حول المعدلات. مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس طبعا في تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير، بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بدأنا نحس بالأجواء يعني نقدر نقول صيفية معتدلة في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن لسه مكمل معانا نشاط رياح اللي بيبدأ فترات المساء وساعات المغرب ويكمل معانا ساعات الليل، اللي بيقلل احساس نسب الرطوبه، فبالتالي بيساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير الحمد لله. كمان بيستمر معانا الفترات الصباح الباكر، فالاجواء فتره الصباح الباكر اجواء لطيفه جدا في معظم انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان في مع نشاط الرياح هيكون في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على الخليج السويس، ارتفاع الامواج هيوصل ل 3.5 متر، خليج السويس غير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بالاضافه كمان ان البحر الاحمر مضطرب، ارتفاع الامواج فيه هيوصل ل 3 متر. يعني ما زالت التحذيرات مستمره لحد دلوقتي من الناس اللي هم بيروحوا عند سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط. الناس البحر اللي الاحمر وخليج السويس، لا خلينا نقول ان البحر المتوسط الحمد لله معتدل، ارتفاع الامواج لا يتجاوز ل 2 متر، يعني ما بين 1 الى 1.5 متر، مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هنخلي بالنا ونكون التحذيرات من السحب اصبحت مش موجوده دلوقتي؟ هي احنا خلينا نقول ان تيارات السحب موجوده، في نشاط للرياح او ما فيش نشاط للرياح، تيارات السحب بتتكون مع الامواج العاديه جدا اللي ممكن يكون في ارتفاع موج او ما فيش ارتفاع موج، فدايما نخلي بالنا من تيارات السحب. واحنا قبل كده يعني شرحنا ان تيارات السحب بتبقى موجوده اكتر في الشواطئ الرمليه بشكل كبير، بناخد بالنا بس ونعمل حسابنا. بس السنه دي برضو اكتر من اي سنه فاتت هو تيارات السنه دي السحب.
تيارات السحب. لا هو السنه دي في سرعات للرياح بكتير، فشفنا ارتفاع امواج بشكل كبير على بعض الشواطئ وخاصه في البحر المتوسط، قررت كتير جدا خلال السنه دي بالفعل. لكن احنا الحمد لله يعني الفتره دي الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير، وقلنا ان مع تيار السحب لو احنا حسينا ان في تيار سحب بيسحبني داخل البحر المتوسط لازم اعوم باتجاه موازي للشاطئ، يعني اعوم مع تيار السحب جوه البحر وابدا اخد يمين او شمال، يعني اعوم باتجاه اليمين او باتجاه الشمال، بلاش اعوم ضد التيار داخل تيار السحب وكده. هي طبعا في ناس بتخاف ان هي تدخل لجوه وبعدين ترجع تاني، او ان هي تبقى زي ما حضرتك بتقولي كده باتجاه بالعرض مش جايه ناحيه الشاطئ، فطبعا بيحصل هنا المشكله. عشان كده ضروره وجود منقذين طبعا موجود، يعني مهم جدا على الشواطئ. بس انا عايزه اسال حضرتك حاجه يا دكتور منار، يعني احنا امتى ممكن نقول هنا، انا بس حضرتك على الفعلي بالنسبه لانتهاء فصل الصيف، واحساسنا كمان بانه فعلا درجه الحراره هيبقى فيها استقرار ومش هيحصل العلو تاني، وبالنسبه كمان لدرجات الرطوبه. يعني خلينا نقول الانتهاء الرسمي لفصل الصيف هيكون 22/9 22 سبتمبر، وبدايه الخريف 23 سبتمبر، لكن احنا عارفين ان الفصول الانتقاليه زي الخريف بيكون النص الاول منه لسه في بعض سمات فصل الصيف، يعني وارد بيحصل فيه ايام بيبقى فيها ارتفاع في درجات الحراره، طبعا مجمل الشهر بيكون درجات الحراره فيه معتدله، لكن ايام هيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره. نبدا تدريجيا بقى مع شهر 10 وشهر 12 نقول خلاص الاجواء الصيفيه بدات تنتهي تماما، درجات الحراره يعني مفيش امل مع بدايه شهر 9. بدايه شهر 9 هنبدا نحس ان معدلات درجات الحراره بدات تنخفض، يعني بدل ما كنا بنسجل 33 و34 هنبدا نسجل درجات حراره 32 و31، فتبدا معدلات درجات الحراره تنخفض، نسب الرطوبه كمان تدريجيا هتبدا تنخفض. جميل. وهنبدا نحس بالفرق الكبير كمان فترات الليل، يعني هنبدا مع فترات الليل نحس بنسمه البروده او الاجواء اللي فيها ده في شهر 9 ان شاء الله. ده في شهر 9 ان شاء الله، لكن هتظل فترات النهار لسه فيها اجواء كلها كم يوم، اسبوع واحد. اشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.